إذا إخواني المتتبعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف تحية لكل المتتبعين. كان اليوم بيني وبينكم كان روبو، ما كناش عوانين نديرو شي لقاء، ولكن تلبية للطلب ديال المتتبعين الكرام اللي دخلوا في الخاص وقال لك خويا حميد راك غبرتي. حاولنا نديرو هذا اللقاء إخواني ليبقى السؤال ليكم انتوما في نظركم إخواني بكل صراحة، في نظركم شنو تعلمتوا من الحجر الصحي؟ وشنو أهم الأشياء الإيجابية اللي ممكن تستفدنا منها من هذه الفترة ديال حالة الطوارئ الصحية؟ وحنا مع عائلتنا ولأول مرة، ما نكذبوش على رأسنا، ولأول مرة في التاريخ دوزنا واحد الوقت طويل حنا قراب لعائلتنا، فربما غادي نتعلموا بشحال من حاجة من بعد ما تعلمنا درس حتى من المنتخبين إخواني ومن بعض الناس اللي كنا تايقين فيهم. تعلمنا درس من بعد المقاولين وكيخلاو الخدامة ديالهم. تعلمنا درس كي أنه قلت الجريمة أصبحت وسط الديور والعنف ضد الأصول. فألف تحية لكم إخواني، وراه الرقم راه في اللي بغى يتصل، الرقم راه في العنوان، وغادي نجلسوا ندوزوا هذه الفترات الرائعة وهذه الدردشة العفوية مباشرة من مع أخوكم حميد العقاوي. أخي حميد تحية لك من باريس. كل واحد يكتب أش من سمية راه مكوني، أش من مدينة راه مكونيكتي معنا. يلا الإخوان نعرفوا، يلا نشوف هذه الدردشة قبل ما نبدأ في الاتصالات الهاتفية. أنا بعدا بيني وبينكم تعلمت بشحال من حاجة من هذا الحضر الصحي. انت واش السؤال اللي بغيت كل شيء يجاوب عليه هو اللي غادي يكون أرضية ديال الحوار. وحنا في هاد الدردشة العفوية سهرانين اللهم أننا حنا نتعاملوا خوت ونحاولوا أننا خطرة نهضروا كعائلة وحدة، نهضروا كعائلة وحدة إخواني. وتبارك الله عليكم، تحية لكم والله باقة ديال الحوار ديالكم. يلا توصل ألف عاد نبان ياك دراري، توصل ألف عاد نبان. إذا كل واحد يكتب أش من مدينة راه مكونيكتي معانا. يا الله السلام عليكم. غيث عنام صحت لاباس، ثنا ثيالمان ميديام ذوقناض يعمرو ولي نواوا قدان عرشان مازير ثنايوران اذور التاوين جدار خبار اتاوين زيي ولا حيد ناس ياك. تبارك الله عليكم. يلا نمشيو مع نشوفوا اول اتصال هاتفي منين غادي تجي، وغتحاول تقول لي بكل صراحه شنو الموضوع. ها الموضوع اخويا عمر، راه قلت الموضوع بلاتي نقول الموضوع بالضبط. في نظركم شنو تعلمتي في الحجر الصحي؟ وشنو اهم الاشياء الايجابيه اللي ممكن تقول لي راه استفدت منها في هاد الفتره اللي راه حنا جلسنا كعائله بيناتنا تقاربنا عرفنا شي حوايج، عرفنا الحب ديال الوالدين والخوف ديال الوالدين علينا، وعرفنا الهلع اللي كان عند الوالدين حيت كانوا مساكن غير الشحت والقمع والضيق المعيشي. يحترم تعليقك يحترم. نشوفوا اخواني الهاتف اللي بغى يتصل، انا نمشيو على الله. الهاتف 06 90 06 90 1 2 3 1 5 9. تحية طنجة، علمتنا بزاف د الحوايج، عرفنا الرجال وعرفنا الشمايت. تكلمت من خويا من قلبك. عبد العزيز الصليبي قال لك خويا حميد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبيل درر قال لك أخويا حميد حنا بعدا على أولادنا. عبد العزيز الصلبي من مدينة زاكورة
ميت عنام صحت لاباس ميت قالو قصدي انك زاكوراي الا شان دلاح وش تاخد دلاح وش تاخد دلاح غردا ورسمي يدي الدان. اذا اخواني اولا تنتاسفوا العنف ضد الاصول اللي سجلته بعض المحاكم بعض الدعاوي اللي تحطوا امام القضاء ديال العنف ضد الاصول في هذا الزمان في رمضان في هذا الشهر الكبير عند الله في هذا اللي خصنا اننا نديروا يد في يد. ولكن للاسف الشديد خويا كاتسوني راه شي واحد في الاخوان تيسوني تيقطع تعلم جمال رحالي كنت حشم شوي جمال غادي كاين بالنسبه للعنصر النسوي مساكن دوك العيالات اللي مطلقات مسكينه تتلقى عندها 4 دراري ولا 5 ومسكينه عندها خوتها وكل واحد فين هزو الزمان وكانت تقول بان عندها عائلتها كتلقى خدامه في قهوه ولا خدامه مسكينه في شي معمل هي اللي ربما غادي تكون عرفات اش بغيت نقول لها. كتلقى مسكينه دابا مشات القهوه تسدات الناس سدوا ما بقاوش عارفين الخدامه ما داروش حتى واحد المراقبه غير عن بعد واش خصك شي حاجه ولا الحمد لله راه كل دار راه ما كاينش اللي غادي يموت بالجوع الحمد لله غير ان تحس بان في هذا الضيق راه شي واحد حن عليك في هذا الضيق راه اقرب عندك واحد لونتوراج عائلي اللي يحميك في وقت الشده. ولكن للاسف الشديد شحال من وحده مسكينه راه كتان ما عندها ما توكل دوك اليتامى وكتلقى خوها راه سايق الكاطكاط راه تيدور ماهاش الهم مشى مع الهم والهموم ديال النساب والمراه والدراري. نشوفوا الاخوان شنو قال لك. قال لك السلام عليكم حميد راك عزيز وراك منور عبد اللطيف من الجديده. خويا عبد اللطيف تبارك الله عليك تحيه للسي عبد اللطيف. محمد موحى قال لك عرفنا كيفاش نحولوا نحاولوا على المصروف. بالنسبه للمصروف انا اقسم لكم بالله تلاقيت مع حارس امن خاص سيكوريتي مسكين وبقى تيهضر معايا قال لي حميد اول مره شاطليا من الصالير هو دابا لان حتى دوك التفاهات فين كنا تنخسروا رزقنا ورزق ولادنا سدو ان حتى ديك جوج دريال دابا وهداك الشمل اللي تجمع وما بقي ما تاكلش في القهوه كتاكل غير عند في الدار مع وليداتك راه ان حتى هذاك خويا خوتي كتبوا باللغه العربيه ولا بالعربيه الدارجه هكا باش بالزربه لي انا على التليفون وديك العرنسيه تن الاخوان ان الحمد لله ان دابا الناس ما بقاوش التفاهات الخاويه ما بقيناش نمشيو للقهاوي ما كاينش فين تخسر فلوسك وبالتالي هذيك جوج دريال ها هي الحمد لله هذا رجل امن قال لك خويا حميد والله الا شاطو شي شويه الفلوس. نشوف محمد معتصم السي حميد انت ما كتجاوب حتى تقرا شي كلمه خايبه الله يهديك يلا عايرني يا معتصم باش نجاوبك تبارك الله يا معتصم والله يهديك دابا تنبغي نقرا. اذا اخواني غادي نمشي مع التعاليق واحد شويه عاد نرجع ونشوف ها هو عيط السيد كاع. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. كحاز اللايف عافاك خويا كحاز اللايف من حدا التليفون كحاز اللايف من حدا التليفون للاسف الشديد خويا راه اللايف تير كحاز اللايف من حدا التليفون. الو الو السلام عليكم. الو السلام ورحمه الله بخير يا لاله شحال لاباس؟ لاباس ربي يخليك لا يطول عمرك عواش مبروكة الله يبارك فيك. اش من مدينة لاله؟ اخويا مدينة بركان. تحية للناس ديال بركان وتنتمنى سيداتي اشنو الرسالة بغيت تقول لخوتك المغاربة شنو استفدنا من هذا الحجر الصحي وعاد جمعوا العائلات عاد جمعنا مع وليداتنا واش استفدنا شي حاجة اولا كاين الخلل شنو الكلمة بغيتي تقولي لخوتك المغاربة لاله؟ خوتي المغاربة عواشركم مبروكة تصوموا الصحه لنا طول العمر نتوما بيداتكم وكل المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. واش حسيتي بشي محنة وانسانيه في هذا الزمان ديال كورونا وفي هذا السدا اولا راسي يا راسي يا رسول الله؟ واش غادي نقول لك اخويا حنا غير ولاد باب الله. حازي من حدا الدري عافاك حازي من حدا الدري باش تسمع الهضره راه الاخوان معاك في الخط. لوخز من بركان شنو قلنا غادي تلقى شحال من واحد وشحال من وحده في المتتبعين راه معايا دابا تلقى خالته اختو راه ما كاينش العشور اللي ما كاينش العشور في شي ما كاينش شي عائله ما فيهاش العشور ما فيهاش واكدار ما فيهاش هذاك المزنزن. الو اختي. الو السلام عليكم. يلا قولي شنو بغيتي تقولي لخوتك؟
اخويا بغيت ندير واحد النداء. قولي يا لالا. عافاك اخويا، انايا عندي 6 الوليدات والراجل كان خدام غير في القهوة، والقهوة مبلع، وانا مريضة، في عندي الكيس في الكلوة، الاعصاب، فقر الدم، وعندي الكرية كتسالي 4 شهور، وهاد الشهر هذا الخامس. كنت مريضة قبل كورونا شهرين كانت فيا الكرة، ودابا زاد عليا شهرين، وهذا الشهر الثالث اللي داخل، ومولات الدار مزيراني في الكرة، وكتقول لي يا اما تعطيني الفلوس اما تخرجي دبري على راسك. انا ما قدرش نخرج، كي ندير نخرج بستاد الوليدات وفيهم البنات، عندي 4 البنيات هما الكبيبرات، نخرج من البنيات نشردهم في الزنقة. اخويا انا الماكله ما بقيتش نلقى ما ناكلهم، انا كنمشي نطلب عليهم، قسما بالله لا كنمشي نمد يدي عليهم باش نجيب لهم داك شويه ديال الخبز ولا الحليب ولا. اختي قبل ما تستمري قولي الرقم ديال التليفون ديالك، وتنتمنى من الاخوه المتتبعين الكرام، هذه امراه متزوجه، واش ما عمرها نوات واحد النهار انها تعطي راسها للاعلام ولا لهاد البرامج باش تقول راه وصلت العظم، فجميعا من اجل الاعمال الانسانيه، ما لقيتيش باش تعاون، عاون بارطاجي غير هذا الفيديو، ربما توصل شي محسن واللي غادي يتواصلوا معها. قولي الرقم ديال التليفون ديالك لالا، قولي ليه. 06 الاخوان عافاكم كتبوا الرقم ديالها، عافاكم كتبوا الرقم، يلا نتفاعلوا نتفاعلوا، نعتبروا اختنا. 06 06 99 99 و 69 96 3 9 3 9 عاودي عاودي يا عافاك عاودي خوتي، كتبوا الرقم ديالها مسكينه، شحال؟ 06 06 نعم 99 06 99 6 9 6 9 3 5 3 9 3 9 5 5. إذا هنا غادي نعاودها لكم خوتي، نعاود لكم الرقم ديال هاد السيدة يلا باش أنا نستمروا. 06 99 69 63 95. سيدة من بركان كتناشدنا، ها هي الحالة ديالها. شنو لالا واش ما عم لالا كنتو خدامين بعدا بعرق كتافكم، ما عمركم نويتو تمدو يدكم حتى لشي واحد، كنتو بخير، شحال ديال الدراري عندك؟ واش عمرك نويتي واحد، واش عمرك نويتي واحد النهار تقول يا عباد الله عاونوني، ولا ما عمر؟ لا خويا ما عمري نويتها، ولا جاتني في حياتي نقولها، حتى جا هذا الحجر الصحي، والراجل اللي كان كيعاونني ب 6000 فرنك في النهار هو جالس هذا 3 شهور دابا، كان تيعاونك ب 60 درهم في النهار، هذاك ما كانش خدم اخويا ب 60 درهم، هادشي تجي يجيب للدار. ونتمناو لالا، وشوفي لالا واش حسيتي بكاين الاحسان، كاين علاقات عائليه عاونتك العائله، ولا كل وحده هيا ها راسي يا راسي رسول الله في هاد الزمان؟ خويا واش غادي نقول لك، ما حدايا حتى واحد، انا العائله ديالي كلها فاس، وانايا هنا في بركان ما عندي حتى شي واحد، عندي غير الله سبحانه وتعالى. هضري مع خوتك المغاربه اختي نهى، هما معاك شغنقول لك. كنتمنى خوتي الصوت ديالي يوصلكم، راني حسبوني اختكم، حسبوني امكم، حسبوني واحد من عائلتكم، كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، الله يطول عمركم، الله يجعل ربي يفاجئ عليكم باش ما سخاكم الله، تي باش ما نتشردش انا ولادي في الزنقه، الله يعطيكم دائما الخير، شوفوا فيا لوجه الله، الله يرحمكم الوالدين باللي سخاكم الله خوت، الله يطول عمركم، الله يجعل ربي يفاجئ عليكم في هاد العواشر. ما بغيتش نخرج وليداتي، 6 الوليدات يتشردوا لي في الزنقه، والبنت عزبه عندها 17 سنه والفرع عندها 16 سنه، خايفه على بنتك، خايفه واش غدير لها؟ لو نتمناو لالا راه مات ان شاء الله، راه هذا واحد البرنامج عائلي اللي الحمد لله ما عمرنا ما احتاجينا المتتبعين ولا خوتنا المغاربه في شي اعمال احسانيه بحال هكذا، اللي تنعطي حتى الرقم ديالك قدام الناس، ما تنعطيو ارقامنا ما حتى حاجه، ولكن الحمد لله راه بالفضل ديالها بحال هاد البرامج راه اننا توفقنا باش ان عائلات راه تحيدات من المحنه،
وتنتمنى توصل الرساله ديالك لاله، وراه غادي يتصلوا بيك خوتك المغاربه. تنتاسف لاله، شنو الرساله اللي بغيت تقولي لكل واحد حن عليه الله وعارف اختو ما عندهاش؟ مش كل واحد اللي حن عليه الله وعارف مسكين خوتو، راه خوه راه عنده الدراري وما عندوش في هذا الزمان هذا اختي ديال كورونا. كنتمنى لهم الله يزيدهم، الله يقوي عليهم الخير، ولكن الله يرحم لهم الوالدين، يشوفهم خوتهم اللي ما بحالتهمش، يرحمونا الله يجعل ربي يرحمهم في الدنيا وفي الاخره، الله يجعل ربي يوفقهم في حياتهم وما وليداتهم. شكرا لالا، تحيه لك لالا، وتنتمنى ان الاخوان يتصلوا بك. الو. السلام عليكم. الو، عليكم السلام. هذا سي حميد ياك؟ نعم اختي. اش من مدينه؟ بوميه. ما يتعنيت صح، لاباس تهنا. لا بس ربي يخليك، عواشك مبروك اخويا حامد. كاين شي شتا تما في بوميه؟ كاين اللي برد، برد الحال. ياك لاباس؟ لاباس ربي يخليك خويا حامد. شنو اللي بغيتي تقولي لخوتك المغاربه لالا؟ سميت السميه ديالك؟ سميتي مينا. لالا مينا، شنو 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 الرساله بغيتي تقولي وعلاش تعيطي علينا؟ شنو بغيتي تقولي اختي؟ تعيط على حسب الموضوع اللي درتي، بغيت نهضر على هاد الجائحة اللي حنا عايشين فيها. بغيت نقول بأن عند كيما عندها السلبيات عندها الإيجابيات. نعم. بغيت نقول زعما شنو استفدت أنا من هاد كورونا؟ واحد الحاجة هي القيمة ديال الحياة اللي كنا عايشين. كان بنادم ما تقدرش الحساب للزمان، فهمتي؟ نعم لا. وبينات هاد كورونا الحياة من حاجة، أنا بنادم ما تقدرش الحساب للزمان، وهاد كورونا بينات شحال من واحد حاصل دابا لقى باش يعيش ولقى هذا، فهمتي؟ نعم. ألو تسمعني سي حميد؟ نسمعك لالا. إيوا واش نقول لك، نطلب الله يرضي علينا هاد الوباء. نعم لالا. ترجع الحياة ديالنا الطبيعية. واش شوف انت فاش كنتي خدامة، واش في هذا الزمان عرفك شي واحد من العائلة؟ واش راسي رسول الله، واحد مسكين حيت جاز ضربك، واحد مسكين كراتي واجهها، لان كاين شي عائلات راه ما لقاوش دابا، راه كاين الخبز واتاي وبيضة باش مسكين تيهرس الصيام. انا كنت خدامة في الخدمة ديال الحكومة، كنت خدامة في الحمام. نعم. انت عارف الخدمة ديال الحمام ما كاين لا ورق لا هادي لا هادي، الحمام صافي تقطع الاجر ديالنا صافي. نعم. ولكن الحمد لله تقطع. اوف اعتذر يا سيدتي، تنعتذر لان كندوزي مابيل. هادي مسكينه مياوي ما خدامه في حمام في المغرب العميق، في المغرب العميق في بوميه. استفدنا ما كاينش اللي عقل عليك، كلشي راس رسول الله. كاينه حقا يا اخي. غادي نشوفوا واحد الاخر كان تيهضر من ارض المهجر، تعذر علينا باش اننا نجاوبوه قبيله. نشوفوا خوياك ما اننا الاخ كان اخر اتصال من فرنسا. لا هنا الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. خويا بخير، لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك، كلشي بخير اختي. هادي شفتي بياك؟ نعم اختي. نعم اختي. انا يا فاطمة الزهراء كنسكن في قحبات مهدية في قنيطرة. انت فاطمة الزهراء من القنيطرة؟ من قحبات مهدية، من القصبة ديال المهدية. نعم لالا. شفتكم كتهضروا على الناس اللي عندهم مشكل القصة ديالهم الحجر الصحي وهادشي المشكل اللي كاين، وحتى انا بغيت نشارككم ونعرف على الظروف ديالي وعلى هاد الحظ. مرحبا لالا. الله يرحمه، جوزني عندي 13 عام وما قرياش، وكنخدم مع الناس في الديور بحال هاد الحجر. انا ما دايرش الاحتياط ديالي وعندي وليداتي، هاد الحجر الصحي هذا علمني بزاف د الحوايج. الظروف هادي معقل عليا حتى شي واحد من العائلة ديالي، كيتفكروني غير الناس اللي كان قرا. يجيبوا لي القحطة باش ناكل انا وليداتي والوليدة ديالي. ما عرفك حتى شي واحد في هاد الزمان اختي؟ عندك عائلتك كانت نعم وهادو اخويا المشكلة
صلح فيا الراجل من 2008 وعندي جوج وليدات وعايشة مع أمي في دار الوراثة ما كارياش. وجاتني ديك الأعصاب، جاتني الأوزماتيك كندير الرابوز فونتولين. وتقول أخوتي حدايا ساكن، مشيت أنا كاع عندي أربعة أخوت، أربعة حن عليهم الله، حن عليهم الله خوتك. زعما تا هما بالوليدات هما، لكن حتى من نفسك عليهم الله. ما عمر شي واحد 10 دراهم قال لي ياك اختي شري هذه غير حليب تفطري انت وامي ووليداتك، حتى شي واحد. حتى في هاد كورونا، حتى في هاد الزمان، وعارفين راك انت عندك غير عندك المطلقه بالدراري، ما عرفك حد. ما عرفتش شي واحد. مره في واحد المره كندير عندها الميناج، كنمشي عندها مره مره كتعيط ليا، هي اللي تحط راسي هذيك هي القفه فيها خميس طحين. صافي قسم الله المهم جابتو ليا، جابو ليا ولدها في البزار ومشى. واحد دابا المشكل ما كيخليوش، نقول لك ما كيخليوش يمشي ويجي ويمشي، فهمتي؟ ما كيخليوش الناس تمشي على الناس ولا كيحبسوا. ودابا كي عايشه منين تيجيك دابا الدراري والو؟ فاش كنتي خدامه؟ قلت فاش كنتي خدامه انت على ولادك قبل ما تجي هاد الكورونا؟ خدامه عند الناس في الديور، كنخدم عند الناس في الديور، كنمشي على نخمم هاد 800 درهم، 1400، هادي كنشري رابوز داير 1000 ريال، خصني ديما خصني يكون عندي رابوز حيت كيبقى ديا في الليل، كل سيمانه ما بقات ما هاد الزمان هذا. اختي بغيت تقوليها كيتفاجات وصافي، كيتفاجات في هاد الزمان. جاتني صعيبه بزاف. انا مشيت للمول الفرماسيان ورغبت وقلت له راني مخنوقه، الا ما عطيتنيش رابوز راني غادي نجي. هزو عطا لي كلوك لاكارت ديالي، قلت له سيري بحالك هاكي وسيري بحالك. ما عطاكش الرابوز ديال الضيقه والو؟ اي عطاه ليا، قال لي هاكي لقيت لاكارت ناسيونال، قلت له هاكا السي شريف وخذ لاكارت ناسيونال ديالي. وشد لاكارت ناسيونال؟ لا لا ما شداش، عطاني الرابوز وقال لي هاكي يا بنتي سيري بحالك. كنفكر ديك اللحظه يكون ما عطانيش هو كيف ندير، كون جبتكم انت عارف الضيقه ملي كتجي كتخنق قدرش تنسي مع هذه الحاجه الصحي مع الاعصاب. وكنشوف شحال واحد مثلا كنشوف نجيب متقضيه وداك الشيء، انا عارف رمضان الناس يتشهى وكل شي حاجه انا ما وصلتش ليها باش ناكلها وبلادي وهادي. شنقول لك حسيت بيك اختي؟ لا راني حاس بيك، انا راه جايه مخنوقه والله يحسن العوان، والدراري وخوتك حداك تيدوزو عليك، ما وانت حتى النفس غير الاكسجين كتقلبي، يلاه تكافاي مع الاكسجين غير تنفسي باش تعيشي وانت الدراري. واشنو الرساله اختي بغيتي تقولي؟ اختي اشنو الرساله بغيتي تقولي لكل اخ ولا كل شاب عنده اخته مطلقه فهاد الزمان باش انه يحس بها وانت كتبكي فهاد البرنامج فهاد الشهر العظيم عند الله اللي كنشوفوا الانسانيه حتى ديال الخوت، انها باش خوك يدوز عليك وعارف راكي مطلقه وتابعك الكرا وكنتي خدامه عند الناس هو راه تيتخطر عند النساب. كنقول اي خو اخوة راه حدا الدنيا، وخصوصا الانسان تيكون مريض علاش ما تاكل عاونها في الدواء؟ هذاك الدواء هو النفس ديالها. وانا عندي مسؤوليه ديال ولدي وبنتي ومعايا امي، الا ما خدمتش ما ناكلش، ما كتهمنيش الماكله حيت الكرش ما شبعت تقول عمرها ما جات نشرب شي نعمر كرشيها بالماء، غير الرابوز باش ما تشربيش ليا غير رابوز. وكنقول هاد الحاجه تصحي الله يجعل ربي يحمينا من هاد الوباء، وهاد الوباء يحبس وربي يفرجها علينا صافي. هادشي ما غادي نقول اصلا. واختي وشوف اختي، نتمنى وان شاء الله حتى الناس يلتزموا الحظر وينقص هذا الشيء وترجع المياه لمجاريها، واخا لاش غادي ترجع عاوتاني ترجع باش تمشي تضربي تماره عاود في الديور عباد الله. وهذا هو ما لا لا ما عنديش حيت هو دوك اسمح لي في الولاد من 2008 دابا انا اصلا ما مطلقه الاول، كنت مشى هو تزوج دابا الراجل مشى تزوج مازال ما طلقك ما والو غبر وصافي. لا من 2008 مشى لاسبانيا تزوج تم ولد بنيه وعندو افراد ديالو، وانا داعيه من 2008 وانا داعيه. مشى لاسبانيا انت دابا الراجل انت حرق وسمح فيك انت والدراري وتزوج ليه؟ تزوج ليه سمحت لي اخويا انا وليداتي زوج. اختي الله يعطيك الستر، تقدري تقولي لي ما تقوليش الكنيه ديالو، غير حاولي تقربيه وشنو الرساله بغيتي تقولي له؟ هو عارف بانه راه خلى ولادو من لحمو لواحد المراه مسكينه اللي راه دابا خرجات كاع بغات تسعى مسكينه تقولها عباد الله عتقوني، راه الدراري تيموتوا حدايا، وربما هو يتحرك فيه حتى الضمير ديال هاد ديال فاش من بلاد فين كاين هو راجلك؟ هو كان هو عرايشي، هو من العرايش، من العرايش دابا هو في مدريد، هو من العرايش كاين في مدريد. السميه ديالو عبد الرحيم.
عبد الرحيم الله يعطيك الستر، انت من العرايش ياك، هو من العرايش عبد الرحيم. شنو الرسالة بغيت تقول له؟ ربما غادي يكون تيسمعنا اختي عبر هذا البرنامج بالمباشر، شنو بغيتي تقول له؟ فين وصلت بك الاحوال؟ الله يهديك، انا ما طلب منك وانا فقط باش حد يعرف اولاده، انا تبغى اطلق من غدا ولكن الواجب ديال الاولاد يعطيهم له، حتى بنته انا ما كنقدرش نشغل ادوات، البنت لما شراوش لها المحسنين باش تقرا ما كنقريهاش، الاساتذه هما اللي كيتفرضوا بعضياتهم كيشراو الادوات، يقول لك بنت زوينه وكتقرا. عارفين باهم راه في اسبانيا راه مشى حرق، راه تزوج وحده اخرى راه سمح فيهم. عارف شوفوني انا زايده عن عبد 86 وتزوج عندي 13 عام من الملك حسن الثاني، وعندي جوج مسؤوليات ديال الاولاد كندير لهم ربي الطرف. انا تزوجتي داك الزواج ديال الوالدين 13 عام، علاش تزوجتي انت 13 عام؟ لكن عندي الكاغيط ديال الزواج، عندي الحل المالي ديال ولادي، جوجني الله يرحمه واخا خوك دار ليا الحقوق ديال الاوراق ديالي، ما جوجنيش بالفاتحه ولا شي حاجه. ايوا على 13 عام، لان انا كان ديك الساعه هانيه. كان الساعه حنا يلا كنا ضربنا الكاريب والحسن الثاني مات الله يرحمه. 13 عام بقى ما راجعش، انا ملي تزوج ما راجعش. واختي تنتمنى تكون هاد التجربه اللي دوزتي في حياتك تكون درس لكل بنت، وتكون درس لكل واحد. عارف خطوراها مسكينه مرته، وحتى هاد السيد هاد عبد الرحيم الزوج ديالك، سميت الوليدات ديالك كما باش نقربوا. عبد الرحيم شكون انت؟ باش الا كان هاد عبد الرحيم او لا شي واحد في الناس اللي تما في مدريد الجاليه المغربيه، تنتمنى تبارطاجي هاد الفيديو. هاد الزوجه راه خلاها عبد الرحيم، هو من العرايش. شحال خلا ديال الدراري؟ جوج، عندي بنيه وليد. جوج بنيه وليد تبارك الله، وها هو مشى تزوج تما على الوراق، ولكن سمح في المراض هنا والدراري. فعاد كورونا هي مرتك، هي مسكينه كتقول بقات لي غير الزنقه. واش عمرك نويتي يا لالا؟ واش عمرك نويتي يا لالا تخدمي في الديور؟ حيت ما حيت اي حاجه مشيت نخدم في شركه تقول لي نيفو، انا ما قريت خارجه من الثالث. انت جوجوك على 13 عام، شنو غادي تقراي؟ ما عرفتش ما شنو اش اخويا حبيت نخدم في الديور، خدمت شي حاجه خايبه للفاد باش بدراعك يا لالا. راه شوفي يا لالا الله معاك، راه الله معاك. الحمد لله، إذا خدمت أنا كانوا كيستناو هنا في القصر في اليوم، خدمت وقعت مع الرجال الكاياك وجبت نهاري لولادي، ما عمري أنا مشيت بعد الحنية لولادي. أختي واحد شوفي، ولكن ما نعرفش خويا ما تقدرش تعطي الرقم ديالها على المباشر. عزيز كاين في فرنسا تيتصل دابا و تيقول لك عافاك، واش هاد السيدة تقدر تعطي الرقم التليفون ديالها باش أننا نتعاونوا معاها؟ نعطي خويا الرقم ديالي، وي انا ما كرياش، نقول لك عيش معاك بالصدر الورقه ديالك. خوتي غادي نقيدوا هذا الرقم، كلنا نحاولوا نقيدوا الرقم. قولي لي يا اختي السميه ديالك والرقم التليفون ديالك. فاطمه الزهراء. 06 43 31 83. عافاكم الدراري، ما لقيتي باش تعاون، اعتبرها اختك دار بها الزمان، اعتبر انت ولادك دار الزمان، حتى شوف كي هذا السيد واش نشوفك ونتصل به تلقاه عاوتاني، واش كاينين الاوراق ولا ما كاينين، شو المشاكل ديال الجاليه. اذا نعاود، عاودي الرقم ديالك فاطمه الزهراء. 06 43 42 41 31 83. نتمنى تكون وصلت الرسالة ديالك يا أختي، ونشوفوا عاوتاني اتصال آخر باش أن حتى الإخوة راهم بغاو مساكن يتصلوا. ألو السلام عليكم. عافاك غوتي شوية أختي راه ما تنسمعكش. ألو السلام عليكم. سلام لالا بخير. ويا حميد كيفاش؟ الله يحفظك بارك الله فيك أختي. أش من مدينة؟ مكناس خويا حميد. منين لالا؟ مكناس. مكناس. الله يحفظك بارك الله فيك. صحيحه كلشي مزيان، رمضان كريم علينا وعليك اختي. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك، الله يجعلك ان شاء الله تصبحي الخير دائما. الله يعطيك الصبر، الله يحفظك. انت من المتتبعين ديال البرامج ولا اول مره؟ ضروري. لا انا من المتتبعين، انا اصلا كنت من طاقه ونصره. ايوا لاباس يستنى صح، لاباس كلشي بخير. نمشيو نزار، الحمد لله الحمد لله، نزار الا ولا نزار ما كاين لا فيضان لا والو، هنا لو قدا وغزا ديال سي ربي، ديال سي ربي الباس.
وين الجنود مشنا لا لا ذا الحمد لله واللي ما نعلى الوقت كورونا ميدن لان كثير دار نسان مش حال تمطوط مسكين غير أرى والناس تلف سفراق المشاكل الدنيا لا تفتو ماس لاباس غيف سيث ماس لاباس غيف سنغد العائلة ولكن ما تداوهاش فيهم وتنشوفوا العنصر النسوي هو اللي مسكين طايب وخاصة المطلقات اختي كاين كنت درت واحد البرامج ديال العنف ديال الراجل ضد المرأة او لا المرأة ضد الراجل ولكن المرأة المعنفة ديال بصح شكون هي هي اللي معنفها الزمان هي اللي مطلقة بثلاثة وربعة هذيك هي اللي مسكينة ما كاينش اللي غادي يعنفها باين خرج عندها الزمان براسو وتيعنف فيها نعم اختي شنو الرسالة ما يثري تاتيني ذي ميدان والله يهز علينا هذا البلاء ويهز علينا هذه الجائحة هذه والله يجعل مشنا تكون ديال القلوب ديال الخوت وواحد يحن على واحد لأن هذا الزمن هذا كل شيء طاغي وكل تيقول راسي يا راسي حتى واحد ما كيديها واحد حتى واحد ما كي الأخ كيسول فيك إلا بغى مصلحته ما كاينش مصلحته ما يسولش فيك هذا كنا على يقين أن هذا الشيء هو اللي كاين واختي شكرا لك كم يحفظ ربي يا ولمان وكم يحفظ ربي شكرا للاتصال ديالك و رمضان كريم وان شاء الله تكون ديما من الناس اللي كيديروا الخير وحنا من المتتبعين ديالك الله يحفظك الله يعطيكم السر نتوما راه اليوم كاع انا روبو ولقيت ان في التعاليق الدراري قال لك والو حميد غبرتي عافاك وخاصه بعض الامهات قلت لهم والله تدي خوا سنيد دايب ديخ الحمد لله وإحنا غادي نكون تفاد البرنامج إحنا دوزنا ثلاثة الحالات إنسانية وراها الرقم ديالهم أعطاوا الإخوة ومما لا شك فيه إن شاء الله واحد سيدة سخني فرانك نعم والله العظيم واحد سيدة سخني فرانك الكسفة ديالها كتبكي الدم أنا إلا صفت لك ديك السيدة ما تقدرش تنعس ما تقدرش كاينين خوتها في فرنسا هذا الشيء اللي درني في قلبي حتى اتصلت أنا خوتها في فرنسا خواتها في لاباس عليهم سخني فرانك هي عندها بيت ديال القزبير جاها السرطان سيده كتحب الطروفه ما كاينش اللي تسكرها ولو ب 500 درهم عيطات اختي انا اختي 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 اسمك الله اسمك الله امينه امينه واختي مينا شتي هذيك البنت واخوها مجوز برلمانيه في فرنسا واتصلت ومشيت عندها للدار اختي وشت الحاله ديالها ودوزتها وغير مؤخرا مسكينه راه تواصلنا عاوتاني كانت بغات شي نداء لان السرطان صافي خرب لها صحتها ولكن الغريب في الامر اختي ان عائلتها قالوا لي لاباس عليها وقالوا لي بين خوها راه شي واحد زعما شي ان من الشرفاء تاع الجاليه في المغرب واللي واصل الحمد لله وكما كما قلتي انا اختي اتصلت به لان السيده كتجيها مرتلوسه وقالت له اختك كتموت صيفط لها واخا غير تشري لي كوج قال لها راه سدي لي بونك ما عنديش منين نصيفط لها وقلت لها راه ما يمكنش راه هذيك هضره غير كيقول هذاك السيد راه ما يمكنش لي بونك سدينا انا كنشوف الناس كيصيفطوا لخوتهم من فرنسا من بلجيكا من الناس كلهم كيصيفطوا وكيديروا الخير من الخارج للمغرب علاش هو بوحدو اللي مسدودين عليه لي بونك راه ما كايناش الانسانيه فكل واحد شفت ديك الحالة اختي ومشيت عند ديك السيدة مسكينة احنا اللي قدينا عليه درناه وانا اتصلت بصحاباتي في بلجيكا والحمد لله اللي سخر الله راه صيفطو لها ولكن غير كتبقى علاش انا جبت هاد الهضرة وبغيت نتصل ما كاينش الانسانية ديال الخوت كل واحد تيقول لك خويا خو جيبو خو راسو كيتفاجات انا ساكنة في القزبير كيتفاجات هذا هو المشكلة شي علاش اتصلت ودرني هادشي في قلبي بزاف وبغيت نهضر ونسمع المغاربة اللي عنده شي خت ما عندهاش وهو ميسر عليه الله راه يقدر يكون هذاك راه كيعاون البراني ويخلي خصو وراه حشومة عيب راه حشومة حشومة هادشي راه ما كيدارش وماشي في الإسلام ديالنا وماشي في الدين ديالنا وعيب وعار هادشي بعدا أنا بعدا درني في قلبي وما قدرتش نسكت عليه وبكيت والله إلا بكيت البارح ما فطرتش ما قدرتش نضبط الفطور وبيسه معصبه وبيسه نديرو الجيا ومرض شفتها مسكينه شفتها ربو فلوس ربو فلوس ربو فلوس ساكنه مسكينه ربو فلوس ربو فلوس انا دابا ما عندي ما غنقول لك كلشي شفتيه بعينيك واو وصلت تما في بو فلوس قدام الرتاحه قدام الرتاحه تما خلي الطوموبيل ديالي ودخلت لعندها مسكينه ما
دينا عليه بالنسبه للدواء داك الفاطمه وداك الشيء كنصيفطوه على سبيل الله الا جات لهنا مكنه دير الشيميو ولا راه كنعطيوها لك تما. ايوا نشوفوا يا اختي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنعاد اختي تنعادك الا فات تفوت هذا الحضر هذا وغادي نمشي نزورها ان شاء الله ونحاولوا نخصوا لها برنامج في سبيل الله. قالوا لي الحاله ماشي هي هذيك اختي قالوا لي قالوا لي قالوا لي شكرا خويا حميد شكرا. راه كان هي خوها مسكين خوها مسكينه خدام عند شي مول التليفونات حتى هو راه سدا مول التليفونات راه جا مسكين هو اللي كان مسكين تيتجرى مع السبيطار هو اللي كان كيعينها وكيعاونها دابا الغلب الله والله يقدركم على في الخير خويا حامد شكرا بزاف شكرا بزاف الى قديتي ما تعاون وداك الشيء راه ان شاء الله ان شاء الله. معليش السلام عليكم اخوان شكرا راه كاين عرفتي شحال من واحد تيتصل تتصلوا بزاف شكرا وما راه ما نقدرش نجاوب كل شيء وراه شكرا للتفاعل ديالكم وبارطاجيو هذا الفيديو لان راه فيه بعض الارقام ديال بعض الحالات الانسانيه هذو اللي تصلوا بينا دابا ما لقيتي باش تعاون بارطاجي. الو السلام عليكم. السلام عليكم لالا غوتي شويه عافاك الا ممكن باش نسمعك. قلت لك بارك عواشرك اسيدي كيداير لاباس عليك الله يبارك فيك نشكرك بزاف على هاد الساعة الخير وهادشي اللي كدير الله يكثر خيرك والله القسم اجبت عند الله كبير سبحانه وتعالى اللهم امين اللهم امين اللهم امين. انا واحد السيدة انا صاحبي مريضة كحازي شوفي كحازي لا كحازي التليفون من حدا كحازي التليفون من حدا قلت لك انا مريضة سيدي عندي عدة امراض الحمد لله والشكر لله عندي الضيقة عندي المرض نفساني عندي سكر طونسيور لا اش من مدينة اش من مدينة غير بشوية عافاك اش من مدينة عافاك عافاك اش من مدينة اش من مدينة انا في ولاد تيمة. انت في ولاد تيمة الاسم الكريم ديالك انا السعدية الحمراء السعدية الحمراء من ولاد تيمة انا واحد هذاك اللايف ديال هذيك الاخت نادية الله يسهل عليها نعم وخاصك لي واحد السيدة واحد البركة من امريكا مسكينة دوزات ديك الزميلة ديالنا نادية جات عندك نادية لا عبرت معها هذاك اللايف اللي كدير مورا الفطورة ايوا راه حتى هي راه كاين الحمد لله متتبعين وكاين حتى هي عندها بعض الاخوة تنحييهم الله يكثر انا سيدي مخصوصة بزاف عندي الدوايات ديال الاكتئاب وشوفي ناديك ما تجي عندك كاع وتخص لك برنامج تما غير عيطي لها قول راه هضرت مع السي حميد وراه قال لي غادي تهضر معك تجي عندك كاع هي وتخص لك برنامج على لا ويتعاونوا معك حسن سهل عليك وخلي لك وليداتك الا ما عادوا النداء ديالي لك راني راه ما عندي لهم قولي لهم على لا قولي لهم الرقم التليفون ديالك والسميه ديالك قولي الرقم 06 4 بشويه عافاك 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 سمعي صفر قولي لي 06 قيد مسكين هذه المره 04 85 59 قولي لي واش شنو السميه ديالك السعديه الحمراء انا ما عندي والو الحمراء الله سبحانه وتعالى ما عندها لا دراري لا والو كتعيش شي زمه خايبه هي نشداتكم والله شوف والله صيفط لهم ديال رامي ما قالوا لي ما كاين صيفط ما جاوبونيش صيفط لهم هذاك ديال لاكارت والله ما عطاونيش ريال كنقسم لك بيات الرحمن وهاد العشر ايام اللي فيها الحسنات والله ما عطاوني شي حاجه والله يجعل الرحمة تكون أشوف يا لالا نتمنى وراه إلا كانوا غير جوج ولا ثلاثة تفاعلوا معك لالا بعدا راه دابا الناس راه الناس واصلة فيهم جدا دابا راه غير 400 راه تتبان ها هي خط ها خو والله هذيك السيدة بعدا خلصت الفارماسية اليوم وشريت الدواء ولكن راه عدي الدواء ماذا الحياة أنت يا لالا 06 04 85 59 59 صافي لالا الله يحفظك لالا إذن إخواني تبارك الله عليكم مداخلة ولا جوج ونوقفوا ياك يلا تفضل إخواني راك نتوما كتصونيو ولكن للأسف الشديد ما قديتش أنني باش نجاوب لأن كانت ديك السيدة مسكينة كتقول المعاناة ديالها غادي نحاولوا نشوفوا اتصال هاتفي آخر يلا اتصال آخر نخلي جوج ديال الاتصالات ونقطعوا الغاية من هذا البرنامج شكون هي هي ان الله يعطيك الستر الا عطاك الله فكر في خوتك خواتاتك عائلتك
كل واحد تلقى عطاه الله هي، ولكن خرج من واحد العائلة فقيرة، لولا أبناء الفقراء لضاع العلم. إذن أبناء الفقراء وصلوا لمناصب عليا، ولكن واش مازال تيديها في باه وخوتو أو لا يضوجان نسب؟ تحية حتى لنسب الشرفاء. ولكن سيداتي، حتى إلا كان الزوج ديالك مزوج كنت حن عليك الله وزوجتي حيت هو وصل وقرا، عافاك عندك يكون باه مسكين راه في المغرب العميق راه ما لقى حتى ما ياكل صافي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. تكون عندها غير انت. الو السلام عليكم. لا لا السلام عليكم. سلام بخير. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. واش المباراه تاع الله يبارك فيك رمضان كريم علينا وعليك. لا اش مدينة دايرين مع هاد الوباء؟ اش مدينة؟ لا لا هادي سلاسي. سلا تحية للناس سلا، أول مرة تصل بشي واحد من سلا. كلشي بخير هانية؟ إيه وراني كنقلب من شحال هادي، ولكن الحمد لله سيدي ربي يخليك الحمد لله. لا لا شتكتات تهضري صحيحة كديرين مع شي عمل؟ لا بس لالا بارك الله فيك. ديما كنتابعكم أنا وكنشكركم على هاد النداء، وكنشكركم على برامجكم الله يجازيكم بخير. نعم. راني دائما كنتفرج في اللايف ديالكم وفي داكشي ديالكم، الله يعاونكم الله يستركم الله يسهل عليكم. لالا تتهضري بحايله قلبك عامره. لالا تتهضري بغي لالا حاجه التليفون من حداك اللي فيه اللايف. اما دايره انا اللايف. لا تتعاود الهضره حداك. قلت لك انا راه متابعاكم وكنشكركم على هذا البرنامج وكنشكركم على هذا النداء، الله يجازيكم بخير الله يجعل لكم هذا الشيء في الحسنات المقبوله وفي الميزان المقبول. وانا واحد السيده عندي ظروف خاصه بغيت نحكيها لك السي حميد الا بغيتي الا جات على خاطرك. الله ودي انا لالا واخوتك المغاربه معاك نيشان تيتسمعوا لك، وراه الحمد لله كاين احترام متبادل بيننا وبين الاخوان في هذه البرامج. تفضلي يا لالا وقولي لخوتك راه ما تيسمعوك بكل عفويه هضري تفضلي. الله يجازيك بخير والله يسهل عليك ويخلي لك ربي الصحه والوليدات. الا ما انا واحد السيده ارماله ما مجوجاش، عندي وليدات كاريه مصابه بالسرطان، داليا واحد العين فايت عندي ورم فتحه عليه دايره عمليه كبيره، ومصيبه بالسكر مشى ليا العين الاخرى. انا كنت كنفرج غير في الزنقه كنبيع في الجوطيه كنتلوح مع الزمان، مي جا هذا الوباء هذا رحنا سادين علينا، دوزنا هذا الشيء بواحد الضغوطات بواحد المشاكل ما نقولكش عليها، والعين البصيره واليد قصيره والله كريم راه ما عندناش. وكنحمد الله وكنشكروه وكنوجه هذا النداء للمحسنين، خوتي الكرماء خوتي المحسنين، انا يحسبوني امهم يحسبوني اختهم يحسبوني بنتهم، الا بغاو يعاونوني باجرهم الله في هاد الليله 27 وهاد الليله راني مشحال هادي وانا كنقلب ما عرفت لا فين نمشي ولا فين نجي. هادي راه غير بنت اختي عندها داك الفيسبوك، وانا بقيت كنقول لها خليني نقلب حتى طحت بك السي حميد، وانا راه كنشوف فيك في اليوتيوب في البرامج ديالك الله يعينك الله يعاونك. كنشكركم بعدا من هذا المنبر كلكم على الحسنات وعلى المعامله اللي كتعاملوا مع الناس، راه داك الشيء الله يجعلوا لكم في الميزان المقبول. وانا كناشد خوتي المسلمين والمحسنين. قولي لي الرقم، قولي لي لا لا يا اخوان عافاك، كنا نستعدوا نقيدوا نسجلوا الرقم ديال الهاتف ديال هذه السيده اللي كتناشدنا بحال منا بحال اختنا، فما عقيتي باش تعاون حط غير الرقم ديالها، وربما هذاك الحطه ولا بارطاجيتي راه واحد المحسن غادي يدخل وغادي يفك هاد العائله عافاكم، راه وصلت العظم في بعض العائلات، فما علينا الا الاعمال الاحسانيه. نعم السي حميد، انا عندي دوسيه ديال باش فاتحه، وعندي دوسيه ديال السكر، وعندي الدواسه ديالي، ماشي كنهضر غير بفمي، يعني عندي الدليل اللي بغى يتعامل معايا نعطيه، ندير معايا كاميرا فيديو ولا نصيفط له اوراقي مع لا كارت ديالي طابق داكشي. قولي لي الرقم، قولي لي الرقم، قولي لي الرقم، قولي لي الرقم. 06 22
هي 36 36 40 47 40 47 عاودي 06 22 22 36 40 47 الاسم ديالك لالا فاطمة. فاطمة الكنية الكنية حتى من بعد. وها هما الاخوان يتواصلوا معك ماشي مشكلة لالا من حقك. الله يحسن العوان. الله يحسن العوان. الله يحسن العوان. وقسما بالله وهذه الا 27 وهذا الشهر المبارك الا ما عليا 4 شهور الكرا قسما بالله العلي العظيم وزائد الموضوع. ايوا نتمنوا نتمنوا اختي نتمنوا نتمنوا الله يجازيكم بخير والله يخلي لك الصحيحه ويخلي لك ضوء العوينات الا ما وقف معايا والشهاده ديالي. شوف لالا انتي الحسنات ديالكم فانا ربي اللي كيعلم بيا. انتي قصتيني وانا قصت الساده المتتبعين لالا وانا قدامك راك انتي في المباشر انتي قلتي لهم الرقم ديالك ديال الهاتف. نتمنى من الله نتمنى من الله يتفاعلوا معك. انا قلت لك راني كنقاسي من قبل ما تجي كورونا ما نقولوش حنا كورونا لان الصحه مبطوله والراس فاتحه والعين عندي غير وحده راني كنقاسي ظروف خاصه ربي اللي كيعلم بيا ولكن من جات هاد كورونا راه حنا كملنا اللي باقي خص فهمتي. يلا لا لا نتمنى باش تدق على الناس لا يحنوا عليك اللي غيعطيوك واللي ما يمكنش ما يمكنش. يا اختي وصلت الرساله ديالك بارطاجيو الاخوان بارطاجيو عافاكم مساكن ان هادو هما تتصدعتي اعتبرها امك مسكينه الوالد ديالك مات وفضر الزمان الله يعطيكم الستر. اننا نتعامل شوي ديال الانسانيه نخليو هذاك النابوبي ونشد فيا ونشد فيك. هذا الزمان جا باش اننا نحاولوا نديروا علاقات بيناتنا ونشوفوا فينا هو الخلل. هاد الزمان خوتي جا باش اننا نديرو يد في يد. علاش ما تبارطاجيش؟ ربما داك البارطاج ديالك انت واحد محسن او لا مرا مسكينه تكون هجرتها وربما غير داك البارطاج غادي يتصل يدي لها غقفه انت فرحتي عائله. الو السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. كيداير السي حميد علي؟ صافا الحمد لله بارك الله فيك سيدي. صحيحه ولله الحمد. الاسم اخويا واش من مدينه؟ ابو بكر السباعي من مدينه طنجه. والبارح صيفطتك ميساج في اللايف في طنجة. لا في طنجة انا السيد اللي كنعرف اخويا حامد انا والزوجة ديالي والوليد الكبير اللي خصك شحال هذه الفيديوهات ديالو في الواتساب. دابا راه عندي وليد اخويا حامد عنده 4 شهور دابا 4 شهور اخويا ولدو. شوف خويا خويا قول لي السمية ديالك والكنية وحاول وسرد المشكلة ديالك لخوتك باش نعاودو نسنطو لها كاملة. انا اخويا حامد سميتني ابو بكر السباعي من مدينه طنجه اب اسره كنعس في الزنقه انا والوليدات ديالي. عندي الوليد الكبير اخويا حامد عنده عامين كنعس في الزنقه. الزنقه في طنجه كاع في الزنقه كاع في الزنقه اخويا حامد. ونصيفط لك الفيديوهات متقين وتشوف على عينك اخويا حامد وحكم عليا ديك الساعه باش ما بغيتش اخويا. غادي نمشيو باش انا يكون حتى هاد البرامج ديالنا فعاله. اعطيني العنوان ديالك وتنتمناو من الهيئات ديال المجتمع المدني في طنجه يزوروا هذه البلاصه او لا من السلطات يلقاو لك شي حل. الحشومه في هذا الزمان ديال كورونا اننا نسمعوا بان كاين مواطن تينعس في الزنقه مع ولادو وخاصه عرفتي الحل اخويا حامد. عرفتي الحل اخويا حامد شنو داروا لي ما تثقش فيه لك شنو داروا لي. نعم داروا لي الترحيل بحال شي واحد لاجئ. انا ماشي مغربي انا راه هزوني من شفشاول لحوني في طنجه صيفطوا لي طاكسي كورس اخويا حامد انا وليداتي بحال بانني انا ماشي غادي ترجع. عافاك 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 باش نمشيو عائله وحده. شنو عاود ليا من الاول القصه ديالك باش حتى الاخوان يتبعوا القصه ديالك. شنو عاود شنو وقع لك انت؟ كنت اخويا العزيز انا خدام ما كنخدم حتى شي خير حبست من الخدمه والديا ما بقاوش باغي المراه يجراو عليا. وليت انا ومرتي كنعسوا في الزنقه. كنت كنعس في الزنقه اول مره نعسنا في تطوان فرين كون وراء وقت اتصالات المغرب. جابني الاقدار مشيت لشفشاون باش غادي نخدم عند واحد السيد اخويا حامد. وصل هذا المرض هذا السيد ما بقاش كيخلصني ما بقاش لاقي باش نخلص لك جا من الدار خرجني. مشيت قصدت العامل اخويا حامد تصور العامل الدوله الخيريه دار الايتام انا ومرتي وولادي. دوزت الخيريه يومين جابوا طاكسي وجابوا البوليس داوني بوانتاوني وهزونا اخويا حامد من شفشاون لحقوني في طنجه. داروا لي بحال شي واحد. علاش طنجه بالضبط؟ علاش داوك لطنجه بالضبط؟ انت من طنجه؟ انا اخويا حامد انا من القنيطره انا ولد القنيطره. وعلاش داوك لطنجه بالضبط؟ قال لك ما عندناش فين كنديروا لك ندوك لقنيطره ولا ندوك لكازا. قال لك طنجه غندوك تما غيستقبلك واحد السيد
في الطاج اخويا حميد ما لقيت لا سيد لا سيده. وصلت في الطاج مشيت العماره. انت دابا والمراه انت والمراه وشحال عندها هاد الوليد عندك ولا بنيه؟ الوليد الكبير عنده عامين والوليد الصغير عنده عنده 4 شهور اخويا حميد. واجي نقول لك ولكن الناس ديال شافوك الناس في الزنقة والجيران راه لابد غادي يتعاملوا معاك ويمشيوا عندك يقول لك اش واقع لان راه غادي يبانوا جوج ديال الترابية صغار. الله ينور الله ينور وجهك وتكبر ايمانك بالله انت يا ولد الناس الناس ماشي بحالك اخويا حميد راه جاو عندي ماشي ما جاوش ولكن جاو طامعين في الولد الصغير عندي قال لك عطينا ولدك نربيوه لك ونعطيوك اللي بغيتي باش تكري. اخويا حامد نتحدى لك اي واحد وندير معاك مباشر اخويا حامد نوريك بواحد بواحد جاو لعندي قال لك عطينا الولد ونعطيوك باش تكري انا ما سمعتش ولدي اخويا حامد. دابا انت كتبات في الزنقه بشحال في عندك الوليد الصغير؟ عنده 4 شهور اخويا حامد. قالوا لك عطينا الوليد الصغير وغادي نمشيو ندبروك فين تسكنوا. وقال لك ونعطيوك بشحال ما بغيتي دير الفلوس باش تكري وتفرج. قلت لهم لا قلت لهم انا ولدي ونهزو فلان. العائله ديالك اش العائله ديالك اش كتقول في هذه القضيه؟ فين هي العائله خويا؟ العائله خويا حامد غير مربين اللي ماشي والدي الحقيقيين ما بقاوش باغي لي المراه. انا ما نقدرش نسمح في المراه اللي نعسات معايا في الزنقه واش كرصات معايا خويا. والنساب النساب مسافينا هما. النساب كاينين الموجودين حتى هما نفس المشكل ما باغينيش انايا قالوا المراه اجي انت ولادك مرحبا بك. قالت لهم انا ما نسمحش في الراجل يعني تخربقات عندي واحد التخربيق راه لا اله الا الله محمد رسول الله اخويا حامد. دابا انت عاوتاني النساب تيقولوا للبنت اجي خلي ما عندنا ما نديروا بهذا وانت عاوتاني راه انت صابر انت وياها. انا ما نسمحش فيها اخويا حامد وجات معايا الحاره والحلوه كتنعس في الزناقي صابره للجوع صابره للتكرفيس ما نقدرش نسمح فيها اخويا حامد. قول لي التليفون ديالك اخويا ونتمناو الناس ديال طنجه والمحسنين يتواصلوا معك وهما يكونوا قراب لهذا الحدث الغريب اللي كتقول وغادي يشوفوا هكا ونتمناو يتواصلوا معك محسنين. لا بد راه الدنيا حجر وطوب. مرحبا اخويا حامد انا راه ما محتاج والو محتاج غير نكري غير بيت. اذا الهاتف ديالك شوف اش هو هذا اللي غادي نقول 0636 85 31 97 97 اخويا. اذا الهاتف ديالو الناس ديال طنجه يلا ما نخافش عليكم هاد الحاله حشومه يبقى يبات في الزنقه 0636 85 31 97. اذا تحيه خوتي تبارك الله عليكم حان وقت السحور ياك اشوكو حميد اشوكو كيفاش كتشكى خويا حميد ياك صافا. اذا اخواني دوزنا لحظات زويونه رغم انني كنت اليوم كم عند الروبو ولكن فوجكم ما كاينش الروبو. احنا بعدا درنا هاد النداءات بهاد العفويه وشنو قلنا العنوان اللي بغيت كلشي يجاوب عليه باش اننا في الاخر نشوفوا. اذا في نظركم نشوفوا شنو قلنا في العنوان بالضبط. في نظركم شنو تعلمتم من الحجر الصحي وشنو هي اهم الاشياء الايجابيه اللي ممكن تستفدوا استفدتوا منها هاد الحضر. حميد المغربي حميد المغربي قال لك سي حميد عافاك ملي درتي البارح واحد البرنامج ديال المشاكل ديال صحاب السيارات التعليم في المغرب واتصلنا مع الرؤساء الوطنيين ديال بعض الهيئات المهتمه بهذا القطاع وما وكانت نقاش بناء الحمد لله وكانت توصيات بالنسبه الى الحكومه عبر هذا المنبر فهو تيطالب باش نخصو لقاء حول معاناة أصحاب القهاوي. فمرحبا يا أخي وغادي نتواصل معكم تواصلوا معايا في الخاص وإن شاء الله أننا نتواصلوا لأن هادوك الإخوان كانوا راسلوا القناة عبر الخاص وطلبوا من القناة تخصيص برنامج مع خوهم حميد العقاوي حول المشاكل ديال بعض القطاعات وكان أول قطاع هو القطاع ديال سيارات التعليم. الو السلام عليكم. نعم السلام سيدي بخير. كي داير سي حميد صافا؟ الحمد لله. انا منير بالك اتصلت بك مؤخرا. انت من المتتبعين كاين انت في فرنسا اتصلتي بنا من قبل في واحد الموضوع ديال لا كورونا كنا تنهضروا على كورونا مازال زلت اتذكر. وي خويا شنو الرساله بغيت تقول لخوتك المغاربه راك انت ربما على المباشر واتصلت ياك؟ وي
فاصلت شفت ضحكت عليك ما يعني في الاخر ماشي من الاول بس كنت نتبع واحد موضوع اخر ولكن فلت ليا. معليش معليش دابا حنا عائله واحده معليش خويا ولكن نعم الموضوع اصلي هو انه تهضر على يعني الحاله اللي حشتها شفت انه بعض الناس بقيت ناس مصحتين بزاف اللي ما نساوش خوتهم. الو نعم واي قلت لقيت بزاف تاع الناس الحمد لله كنا بزاف تاع المغاربه انه في هذا الحجر الصحي شفنا الوجوه اللي الناس اللي دير الخير بانوا والناس اللي عندهم الفلوس وداسين بانوا. هذه اول حاجه يعني اول حاجه اللي شفنا اللي عنده الماده واللي بغى يعاون بانوا. انا اقول لك صراحه بانوا بزاف الحمد بانوا الناس اللي بغيت الخير وعاونا الحمد لله بانوا. ولكن يعني حاجه بحال الصحي يعني كنقول له فضح شويه الناس شي وحدين نعم وخص الناس الان بعد كورونا نعم بعد الاشخاص اللي مستغل واحد الحاجه اللي ما عجبتيش كامل في هذا هذا الحجر الصحي. الناس بزاف اشتغلت هذا الحجر الصحي للانتخابات وهذا هو اللي راه ضرني بزاف والله العظيم هذا هو اللي واجعني في الخاطر انه بعض الناس. ولكن انت في فرنسا دابا انت في فرنسا وكيفاش انك عرفتي ولكن عم سمعني يا اخو يعني متبع في المغرب بالقلب من القويره حتى من فرنسا ومن هذا المنبر الويل ثم الويل ثم الويل لكل واحد استغل هذه القفه الانسانيه لشي غايه اخرى. هذه الحقيقه وهذه نعطيك لان عندي دليل بالمنطقه ديالي منطقه بركان في منطقه تاع بركان عندهم الجمعيه في مدينه اكليم فيها بعض الرؤساء اللي كانوا في كانوا كرئيس بلديه ما بقاش رئيس بلديه دخل واحد اخر بلاصتو والان استغل الفلوس تاع الناس اللي صرفتهم في سبيل الله وبقى يدير يعني الاشهار ويعطي يعني الوجوه اللي غادي ينتخبوا عليه هما اللي يديروا القفه. وهذا الشيء ما يمكنش تمشيو يعني السلطات المحليه. لا راك قلتي كاينين جمعيات هاد الجمعيات تمشي عند القايد او لا عند السيد الباشا او لا رئيس الدائره وتخبروا بان واحد القفه مشكوك لان وقعت بعض المشاكل بعض الجهات ولكن المجتمع المدني الا كان مقاد حتى هو ومقنن راسه راه يوقف هاد اللوبيات. شوف كاين الناس اللي كتدور على القفه باش ما كاين ولكن نعطيك اليقين انه بدون ذكر الاسماء واللي راه الناس راه عارفه راسها والله فيها بعض الناس انه طلبت واحد الجمعيه طلبت الاسماء لمن عطتو القفه وكانت تقريبا واحد 600 قفه ما عطاوهاش لهذه الجمعيه وحد الان معاهم في النقاش على الاسماء اللي عطاو لمن عطاو القفه. عشان قلت لك خبر ما يكون وهذا هو ضرني بزاف بزاف الخاطر ونقول لك صراحه والله توان نتمنى واش من بلاصه علاش كتهضر اش من اقليم هذا هذا اقليم بركان والمدينه مدينه اكليم. إذا تنتمناو من السلطات المحلية عبر هذا المنبر وتنتمناو من الشرفاء تاع بركان حتى هما البارطاج باش توصل هذه الرسالة ديال هذا المهاجر المغربي اللي تيقول الله يعطيكم الستر ما تستغلوش هذه الإعانة لأي هزازات ولا أي مشكل انتخابي. هذه واحد المحنة اللي كيدوز منها البلاد محنة عصيدة محنة اللي هنا كيبانوا الوطنية وكتبغي ولا كتبغي الإنسانية لخوتك. تحية خويا آخر كلمة. الله يسلمك أخويا. آخر كلمة هي أول حاجة يعني وآخر حاجة اللي هذا الحجر الصحي خلات أنه العائلة تلاقاو اللي ما كانش يشوف ولده ولا يشوف ولده اللي ما شافش مرته ولا أنها كتجيب على المرأة وجابت المشاكل بعض الأشخاص ولكن خصو يعرف لأنه الناس الآن ولده جلس مع ولده أحسن حاجة في هذا الحجر الصحي أنها جلست مع ولادها وخاكلوا الخبز وأتاي ولكن الحمد لله هذه الحاجه الزينه. شكرا اخي فالف تحيه من الجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر. تحيه اخوكم حميد العقاوي. ما بقى الا نقول لكم تبارك الله عليكم ما سكتش بكم ولكن كتسالوا لي واحد الضريات نمشيو نديروها بسم الله يا الله. إذا تبارك الله عليكم ومباشره من الاطلس المتوسط كالعاده مباشره من هنايا إهداء إلى كل متتبعي الكرام. تبارك الله عليكم والحمد لله وشكرا على الإنسانية ديالكم اللي كتبينوها دائما وقت الحزة العالم مغاربة وتنفتخروا.
الف تحيه، تبارك الله عليكم، ما سخيتش بكم. غدا ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا خصو موضوع، وربما غادي يكون ديال المعاناه ديال اصحاب المقاهي مع كورونا، خاصة مساكن دوك القراصة اللي كتلقى مسكين نادل في المقهى ونقي مسكين يوميا وخصو يجي مفركس، والله يحسن العوان بان راه خدم الشهرين. نشوفوا لقاءات غدا ان شاء الله واتصالات غدا اللي غادي تكون الغاية هي اننا خصنا ننوروا الرأي العام بما يقع حسب المزود غير اللي مدقوق به. تحية اخوكم حميد العقاوي.